رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. دعاء دخول المسجد. ورد أنه إذا دخل المسجد يقول: السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين، وأنه إذا دخل بيت الكافر قال: السلام علينا من ربنا، أو السلام على من اتبع الهدى. قال إبراهيم النخعي: إذا دخلت بيتك وسلمت قال الشيطان: لا مقيل لي، وإذا سمى على طعامه قال: لا مقيل ولا مطعم، وإذا سمى على شرابه قال: لا مقيل ولا مطعم ولا مشرب. من كتاب التيسير سورة النور الآية 61. السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله يا